أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي بورسعيد تم بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمساكن الجزيرة، وفي كفر الشيخ تم تحصين 38 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية وأنفلونزا الطيور. أما في بني سويف فتم الكشف وتوفير العلاج ل 1265 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي البحر الأحمر مطار مرسى علم الدولي استقبل 18 رحلة طيران دولية أوروبية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر مارس الماضي 288 شكوى و177 طلب، وتمت الاستجابة ل 463 شكوى وطلب بنسبة 99%، وده بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، وجاري استكمال مراجعة وفحص شكوتين تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنهم. في بورسعيد أعلنت مدينة بورفؤاد عن البدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمساكن الجزيرة بمنطقة الحرفيين، استكمالاً لما شهدته المدينة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى. وتم المرور اليومي على المنازل بنطاق مساكن الجزيرة بمنطقة الحرفيين في تمام الساعة 7 مساءً لجمع القمامة والمخلفات، وهيتم تقسيم العمل لورديات وزيادة أعداد العمالة وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وتنظيف الشوارع الداخلية. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تحصين 38 ألف طائر متنوع في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يضمن سلامة الأغذية ومنع انتشار الفيروسات لمنتجات الدواجن. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه تمت الموافقة على فتح فصل تعليم مجتمعي ملحق بمدرسة عادل الصفتي الابتدائية لمعالجة ظاهرة التسرب التعليمي بمدارس مدينة مرسى مطروح، مع إتاحة فرصة التعليم لمن فاتهم السن الإلزامي للالتحاق بالمدارس. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية بني هاني مركز أهناسيا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1265 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 18 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية بتصل المطار خلال الأسبوع الجاري. في الغربية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم معرض جديد تحت إشراف المديرية استهدف توزيع ملابس جديدة مجاناً على طلاب وأطفال 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية نشيل وعزب باز ومدكور وعزبة الإبياري مركز قطور.